السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة أم محمود. اليوم غادي نشارك معكم بني سهل واقتصادي غير بالماء، بدون بيض وبدون حليب. كيجي زوين زوين بزاف بمكونات بسيطة. تابعوا معنا الفيديو للآخر وما تنسوش تديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء. ندوز على بركة الله للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق الفرص او 4 كؤوس ديال العنبة. كنحتاج كأس ونص تاع الماء، واحد الخمارة تاع الحلوة 7 غرام، 10 غرام ديال خميرة الخبز، الملحة، الفاني، معلقة كبيرة تاع الزبدة، 2 معالق تاع سكر سنيدة. كناخذ نصف كاس ديال الماء وكنوضعو فيه هذيك الخميره، كنضيفو ليه شويه تاع سنيده وكنحركوه باش نخلو الخميره ديالنا تفاعل. دابا غناخدو اناء وغنوضعوا فيه الدقيق، 4 الكيسان تاع الدقيق، كنضيفوا الملحه، كنضيفوا السكر اللي بقى لنا، كنضيفوا الخماره تاع الحلوه، كنضيفوا الفاني، كنخلطوا هاد النواشف ديالنا من بعد كنضيفوا هذيك الخميره اللي حطيناها على جنب، كنجمعوا العجينة. كنضيفوا الكاس تاع الماء اللي بقى لينا وكنجمعوا العجين. دابا كنضيفوا لهاد المعلقه تاع الزبده وكنخلطوها. ما كنحتاجوش اننا ندلكوا العجينه ديالنا، كناخذوا اناء كندهنوه بشويه الزيت، كنوضعوه في هاد العجين، كنغطوه بكيس بلاستيكي وكنخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. ها هي العجين بعد ما تضاعف الحجم ديالها، ها هي كتجي خفيفة كيف ما كتلاحظوا. دابا كناخدو شويه تاع الدقيق وكنسرحو العجين ديالنا، كتجي على هاد السمك ما كتكونش غليظه. كناخدو قطاعه كنقطعو العجين
كناخدو قطعة دائرية صغيرة، كنتقبوها من الوسط، وكنستمر على هذه الطريقة حتى كنكمل كاع العجين. كنفرشوا ليها منديل من بعد كنغطيوها ونخلوها تخمر واحد شويه. كناخذوا مقله كنوضعوا فيها كميه لا باس بها تاع الزيت، كنوضعوا فيها البيني ديالنا يتقلى على نار متوسطه، كناخدو معلقة كنخو عليها الزيت من الفوق باش البيني ديالنا يتنفخ فهو كيتحمر بسرعة. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو كيجي رائع. كيجي ناجح 100% واقتصادي. ها هو الشكل النهائي ديال البيني ديالنا، كيجي ناجح 100%، طيب مزيان، كيجي غزال، غادي يعجبكم. ها هو كيف ما كتلاحظوا، انا النص وضعت ليه سنيده، النصف الاخر خليته هكاك. غادي نفتح معاكم واحد الحبة باش تشوفوا كيفاش جدير من الداخل. كيجي محمر، ها هو من الداخل كيجي مقطن وما كيشربش الزيت، وناجح وسهل واقتصادي. المكونات ديالو بساط. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يعجبكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.